ايه ابو جابر تدري ايش تسوي؟ ابو علي مرحبا الف. الله يعافيك. تعال ازاي يا ابو علي؟ يا حق ابوي خزي. ابو جابر تدري يدق 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 لطمه طال عمرك يسوي نفسه مهوجس، عرفت كذا يسوي له ما ينظف الكاميرا. بديت علي. ايوه اي انت بديت علي صح؟ هو بدا صحيح. انا ماني براضي عن نفسي يا هادي. يلا دير والله هادي والله ماني براضي. هادي براضي والله اني ماني براضي. شفت صوري لين قبل 3 سنوات والله ماني براضي عليها. ابو راضي اقسم بالله اني ندمان لو يرجعني الوقت ورا ما صورت التصوير. ابو راضي ارشيف الانستغرام كله حق بسام عندي. لا تبي الصراحه انا اكتشفت اني اللي حاطها اخر سناب كل يوم. اسمع تدري اني اكتشفت حاجه؟ انا ابغى ارشيف عبد المحسن بس غبي ما يسوي. ارشيفه كله ها شنار كله. ايه عرفت ليه؟ ايه عرفت اللي يلف الغزره كذا من يدورها كذا عشان يعرف يلف. اعصاب العصباح على الراس واطش العقال. ما صدق ارشيفي عارفه. ارشيفي عارفه بس ايه اللي ثبت جوال فوق طبلون. عرفت؟ شغل اعصاب العصباح على الراس تبي ياخذ العقال كذا طش العقال. الله يستر لا يطيح ارشيفي عند بسام. عليك ما عليك ان شاء الله. انا اللي قد عطيت اهدين انادي على ما هو ما غير اطباق. بس صدق ابو عشق ابو عشق عد الصدق افضل ارشيف تشوف في الجلسه هذه منه؟ افضل ارشيف افضل ارشيف اللي انا قد في اشياء قد شفتها. شوف انا بعلمكم بالصدق اللي ارشيفهم شفته هادي محمد جابر ابو علي لا شفت له لقطات خفيفه يعني ما اقدر احكم عليه. ابو والله ما شفت شيء. شفت خفيف لك لقطات صور كنت يعني في المتوسط وكذا بس يعني حاجات قديمة. فهد وقيس يعني الحمد لله يعني انه كبر في العمر شوي اللهم لك الحمد يعني ما اقدر اقول شيء. يعني انت يعني سبحان الله طورت يا نادر يعني اللهم لك الحمد. الحمد ربك لان الحمد لله تجاوزت المرحلة. هو باقي في نسبة 30% الحين بس يعني شو من قبل. لا انا اقول افضل كانت 8. لا هو ان شاء الله انا متوقع بعد سنتين بيضبط بقي سنتين كويس. ها تقول يضبط؟ لا عرس يضبط صدقني. شفت هذا المصيبه هذا اللي يقول لك لا عرس يضبط هذا ما راح يضبط. ابو عشق صدقني انه اللي يجون عوالي تحتي واني عدني انقر سلفه. انا طربش ايش اسوي يا اخو؟ عرفت اللي لا عطى الثالث طف عطى السويك ثنتين هذا هو. لا لا يعطيه قطعه كذا يعطيه قطعه ويدق السلف طا طا طا. عيال معه عرفت رحيل العشاء طف دط والله عيالك سوا سوا بابا والله. عيد عيد ابوي عاد هو صدقني عيال ملحس مو بجرب زعل. عرفت عيال ما يركبون ورا اول جيب جيب بس ما يركبون ورا كلهم قدام كلهم قدام واحد على التكايه اثنين يمين عرفت كلهم استانس ابو عشق رجل يمطعنا في العيد ويوري مقاطع قال الله ياخذك. طيب هذه الله ياخذك حتى الحين. هذه 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 طيب هذه هذه والله عادي يا اخوي تراه ما لا هذه شوف هذه كان يعني قبل كان رقله يعني امزح امزح لا معليش كان قبل تدري متى هذه؟ هذه له 5 سنوات صار مهوجس عرفت حق تصوير هواجيس عرفت كذا عرفت شاهي بدأ قبل سنك انت عرفت شوف ولا دق لطمه عرفت كذا ولابس شال شتوي عرفت كذا طق كاتب بيت شعر خليتني وانا مدري انا ايه عرفت لا تحسب اني عقب فرقاك بموت لا والذي سواك ماني ميت ماني بداري ماني ميت الله عليك الله عليك اكتب حرف كذا اكتب الحرف عرفت عرفت يوم قبل سنتين لا قبل سنه هذا ايش صار يسوي قبل سنه صار هذا ايش يسوي تطور الوضع صار وش صار طال عمرك يصور يشيل شيله وما يناظر في الكاميرا يعني هو كان عنده خبره ما يناظر في الكاميرا قديمه اي عرفت كذا امانه لا تخليني لا من تحت عرفت كذا سماعه هنا سماعه عرفت شال شال يعني مصور سلك السماعه من هنا تصميم عرفت كذا من الجنب امانه لا تخليني بس عنده حركه عنده حركه لو بده يصور سناب كذا سلفي ها ما ادري كيف يسوي بوجهه كذا حركه فنان كذا سوي كانك تصور ذلك كذا ابتسامه فنان اي كذا كذا اي كذا ابتسامه فنان عرفت كذا ورا شوف
كيفك تسوي؟ سد 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 سنهم قسم بالله ارحم يا ولد خرجتني يا ولد ارحم والدينك غير الشخصية يا ولد غير اللوك حتى الجزمات يا ولد غيرها يا ولد اقسم بالله حتى تدخل علينا كذا يا ولد والله اني اخترعت والله العظيم خرجتني طلع من هناك سبحان الله سبحان الله ثاني تدري ما بس في السناب حتى تسوي قدام المراية قبل يومين دخل على هادي في السيب لو تشوف هادي ايش سوى منحيف تنحف عليه زيادة ليه؟ يقول لك ليه؟ لا بس لا عيال عيال بقول لكم حاجه عن هذه بالربع اللي ما اعرفه برا برنامج ترى كان كشوخي والله انه هي كان الاتفت حقه هنا لا حد يلوم حد لا هنا يا ولد قام يلقط من درجي من درجي محمد جابر من درجيكم من درجي كل ما لقيت الحياه هنا عرفت مش الليله امس دخل علينا كندره غيره كندره غيره ارجع ليك ما بغدح ما قلح ما عليه تحمل يا ابو راضي لا ما له دخل على الدح ما دريته وانت تقول اح قبل شوي طلعت هذا الدح لا هذا طلعت انا وفهد لا انا وصالح يوم طلعنا عند باب العين ابو عبد الله قالت البرنامج مددناه 40 يوم قدام لا اله الا الله حجت لا اله الا الله خل امتي لا ابدا عينك 40 يوم يا اخي عادي ما فرقت هذا انا ياسر هذا ما كل اخبار وهميه طيب كل اخبار وهميه والله لو مددونا انا اخلي ابو عبد الله تطلع له قرو سلامات يا ولد 40 يوم خلي يقولون تظهر صدق 40 ترى غير 18 الباقية هي 58 لا صدقني لا برنامج جديد برنامج جديد ايوه لنا هن برنامج هن والله مما يسعدنا مما يسعدنا انا احس انك عايض الحارثي بتصير بعد البرنامج يا انا عندي توقعات ما تصيب دائما اتوقع انك بتصير مدير اعداد مدير فني تنفيذي لا والله اني احس اصلح انفلونسر صح انفلونسر وش انفلونسر وش يعني صانع محتوى صانع محتوى في شاهي داخل منو انت انفلونسر هذا الشاهي تقطع لساعتين يفور والله العظيم ما شوف يطبخ مري سوا مسوي كبسه انت سوا شبيه ابو عبد الله سلامات ها سلامات ما حط ماء حط انا شاي اكياس هاي جديد على الشغله لا لا حد وياك سوى لنا بوس يا رجال ما يجيب هذا عقوبه خلاص يا ولد ما الحين قسوا لا ما يجي يا محمد جاب ما يجي يا رجال بالله يصب فيه في اليوم صب 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 لي يا نور عيني من الدالة داوك انت اللي بيدك نسويها دلتك تسرى لدى العرب كله شاي اخضر ذا هذا الشاي اللي الله يحرمنا منه هذا الشاي دسم هذا الشاي اللي ضايع لونه حلو والله حلو عليك بالشاي اللي ضايع لونه صالح يا رجال حطمه يبارد يا رجال المس 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 هنا هنا من برا من برا شي شي يا ولد معجب يا رجال يرضخ يلا هو يعني في رضخه خفيفه بس ما توصل للدرجه ذي شوف ابو صالح ابو يوسف هذا ايه هذا مو شاي ابو صالح ابو يوسف هذا شاي ابو رضوخ والله ابو يوسف على افاق المسلم مغير ما راح استرى يوسف ابو يوسف يا رجال شوف 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 عرفت البيبسي البارد شوف البيبسي البارد يا عيال قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله جميعا موعودين ببراد شاهي فيه انا اتوقع ما راح تشربون زي في جلسة مرمر زماني عزبة أبو جابر شوي 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 بعد فلاش باك باقي في فانتزي بعد فلاش باك فانتزي اليوم الله يحييكم بعد فلاش باك براد شاي في جلسة مرمر زماني سوالف ما في لا طرب نعم لا شعر لا شيء سوالف مرمر زماني اللي ما يسولف لا يجينا مواقف لك زينة عطنا اياها اي اي في مواقف قديمة في شرط يا أبو جابر لعبتي تكون الشخصية واحدة مواقف قديمة تشير لي أنت وش فيك في شد والله العظيم تحسب انك انت للحين قاعد تتفاهم مع واحد ذكي تراني اكبر انسان ترى في التاشيرات هذا بيبي والله لو تشتري وش تبغى؟ هذا من نوعيه اللي عرفت ايه هذا من نوعيه لا لا هذا ابو يوسف ابو يوسف ابو يوسف ابو يوسف سبحان الله بس بس ابو يوسف خلاص ماتت ماتت الذبه خلاص اي والله ابو يوسف تسمعني ولا لا؟ ارحب ابو عاشقر رد علي هذا الذبه مات والله مات يا الله زين قلها قلها والله الذبه مات قلها 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 تكفى يا ابو قلها والله انك اقسم بالله انك تحذبها يا عيال حتى لو قلها بتسمج الحين اسلم هذا من النوع اللي في اذا صرت في مجلس والشرطه قال شو فيك تشرب ابو عشق ابو عشق هذا من النوع اللي تقول له لا تطالع ويطالع
اقسم بالله واحد من اخواني اقسم بالله نفسي اذا جينا مكان قلت لا طالع طالع لو تقطع يا اخي يوم تقول تحرم هالشيء حتى الكبير الصغير تقول لا تسوي شيء فلاني يا اخي لا غلط انا مثلا اقول لا لا تطالع اوكي غلط يا عبد الله وين راح زي شيبان الديره شيبان الديره تطلع الصباح جاب شرب الشاي ما يمرك على سيارته ما 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 عاد خط ما عاد خط يطلع راسه مع الدريشه هذا الهيتر هذا وركب لنا ما وزبط لنا بكواب شاي لين تعدى انا لحظه مره واحده خلني اذوق نفعك يا رجل ما سويت يا رجل شد معي شو مسوي يا اخي كمله نفس كذا انت الما اللي جوا بعد ما وصل طيب يبغى له ساعه ابو جابر عندكم حبيبي الشاهي ترى يبغى شباب دير عندكم نفس الوضع اذا مريت مع الشارع طلع راسه كذا طالع هيك تخاف انه يصدم الغلايه واكواب وخلاص انتهت تحس فيك شيء ما يجي بسرعه يا ابن الحلال ما يجي بسرعه لازم الشاهي على ابو خالد لا اله الا الله يا ابو عشك تسمح لي اشوف الشاهي وين في مرمر زماني عند ابو جابر شوف هذا هو هذا اللي اللي سلم دائما هذا هو شاهي احسن من شاهي بس سعد بدري عليك والله العظيم ان اسوي شاهي انها لا يتفوق على شاهي والله بدري عليك تحدى ما في ولا والله انه مشروب فنجان ابو صالح ابو صالح انا رجال اثق فيك واثق فهد واثق بالعزيزي حلو الثلاثه هذول هم اللي يقيمون تم اسمعوا على فكره اعطيكم اصبر اعطيك ميزات البراد حقي اعطيك ميزه البراد الشاهي حقي يا اخوان انا شريته يمكن قبل سنتين او ثلاث سنين طبعا اول ما شريته ايش سويت فيه حطيت فيه شاهي وحطيت لا حطيت فيه شاهي اول شيء اما اني اخليه يطيب السلام حول يومين خدرته تخدير تخدير صح لا لا خليته حط طبقته يطيب السلام وغطيت عليه وخليته عشان النكهه عشان والشيء ثاني يطيب السلامه طبقت عليه مره ثانيه نعناع هذا الحين عليه طعم يا ولد أبو صالح أنا الشاي هذا مشتري من عام 1402 الفريق هذا من عام 1402 أوقيس 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 عندها يوسف طبخت به شاهي طبخت به طعم عمره السلام جعده طبخت به قيصوم طبخت به شيح حطيت به كل شيء وطبعا أنا شرب منه بين الربع يقول لا إله إلا الله طبعا اليوم معنا تحدي بين عايض الحارثي وصالح البلوي على كاسة الشاي وعليها نقطة ألف نقطة لا في تحدي ثاني إذا فزت عليه الجلسة هذه إيش بس تزال وإذا فاز عليكم الجلسة اللي عندكم تزال لا ما تزال الجلسة الجلسة أبو عقل لكن البرادي يزال يا ولد يا ولد العزيزي متحيز مع أبو يوسف واضح من هرجة ذي فلذلك يلغى من اللجنة لا 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 قال الجلسة تزال لا لا يا عيال الحكم يصلح عليكم كلكم عادل بينكم اذا زال يا رجل الرجال بيهرج يا ابو يوسف ذا اسلم بيهرج يا رجل اهرج امشي امشي روح روح يا ولد والله نحن طيبين روح 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 صفتي واحد من اعضاء اللجنه اي رجال بيسوي شاي وعدنا بعد فلاش باك صح؟ ايه سوينا ذا الحين انت براد لا لا الحين لا الحين ماني مسوي لا سوينا براد لا 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 نعرفه يا رجال نعرفه يا سلام عليك بعد فلاش باك هو انا اسوي هنا لا لا ما نقدر تروح يدي الطعم طيب مثلا شهيك مر اصلا ذا يا رجال مثلا شهيك مر هي ما هي مراره يا دقيقه دقيقه صالح دقيقه دقيقه صالح لا 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 يا صالح ابو صالح صالح ابو صالح عبد الرحمن العزيزي فهد القيس بس هذا يطلب السلامة تهزنها بيدك أنت أنت اللي بكيفك تضبطه أما أنا أجيب أهلك على جوك وعلى يجيب راسك البراد اللي حنا بنشوف هو عندنا كاسة هو الميدان أحمد أبو صلوح أبو صلوح تاك سوي شاي دحين دحين شاي لا لا خلا بعد فلاش باك طالزي كذا كم عشرة أبو صالح عشرة وعشرين السكر ما له علاقة لا لا الموضوع هذا يقول السكر مدري شو لا الموضوع الشاي يا سلام لا لا اذا كان الشاي اذا كان متكامل من كل الانحاء من كل النواحي حبيبي انا الشاي عندي حسب كيف دخلتوا معنا من كل الانحاء يا ولد الله يخرجك يا مسلم اقسم بالله خرجني يا ولد عاد تدخل كذا اقسم بالله خلاص يا ولد عاد تدخل كذا والله سعود عتيبي صدق والله العظيم خرجت ودعت الله في المعاسيف يا عسافة توكل توكل بس لاجيك توكل يا يوم تقول الرجاجيل ولد يوم تقول لي تلفتون فيك إذا قدك ماشي بالسيارة لا تطالع فيني كذا سنة من السنين كنت بعدين يا أبوي ترى الشاي حقك تطشوه أنا لكم في العلم
سوق الحلال الشاي حقك كبه صار ايوه سوق المجلاب عزرف يعانون فيك في اني بعطيك العلم انا كان معي هاي لوكس سوقها يعرف هذا والله العظيم مالك داعي يا صالح الدول المهم واحط المفتاح يا رجل يا ابو عبد السالفه يا عيال خال الرجل مو طيب الله اعلم تسمع السالفه اسمع في تسليم في تسليم تسليم تشوه من علينا نقوم تشوه سمعت روح انا من عليه نعم. انا من عليه قلت لك تفضل بس مو تسوي بالطريقه هذه لا تمن علينا يا الله يا رجال لا ما يصير الكلام هذا يصير الكلام هذا والله كبيتها يا صالح اسلم اسلم صالح يا رجل ابو صالح انت كبيتها لا ما كبيت بس حطيت هناك ما من فايده خله يا رجال ايش فيك وصل السوق والله انا خليته قلت يمكن اني غلط شطفته بالغلط ولا شيء رجال مع عائله قلت خله على سنه والله امشي في امان الله والرجال يمد وراي يمكن 10 كيلو والله وراك وهو وراي وانا ماشي ماني معطيه مع عائلته وقلت يا رجال خله يمكن يخطيت عليه والرجال وراي دق دق بوالي لازم اسمع الاشاره ويوم وقفنا عند الاشاره لي والله انه يوم وقف جنبي والله افتح قزاز والله افتح قزاز ارمى بخله قال لا يوم ما تلفت لي والله قال المفتاح معلق في الباب وانا احس انه يبغى يتنقد مني يبغى يضارب يوم ما تلفت لي والله المفتاح معلق في المفتاح مو ايوه انا سيارتي تشتغل بسكروب يعني عادي تشتغل باي شيء يعني لازم توضحنا انت سيارتي في الدين 82 والله 82 والله اني اعرف لا والله ما 82 92 والله اني اعرف سيارات الربع انك تشغلها بسكين ملعقه هاتوا من بالله هاتوا من بالله انها تشتغل باي شيء ملمس لا لا هي دخول غبي يلا فيها مساعد انزلاق هذه هي السياره دخول ذكي ما في دخول غبي والله تفتح من برا والله خلاها والله سياره واحد من الربع اني شغلها تعرفون حق الجرس يحطون عند البيوت شلون؟ والله نفسه بوي اي والله لا تشغيل عندنا بترول 92 نسحب حق تعرف حق النور نسحبه بس حبته كيف كيف هذا يسمونه فصال يسمونه فصال ذا قاطع يقطع كهرباء عشان ما حد يسرق اوه لا خله تحمي حق الديزل لا تشتغل ايش تشتغل مره واحد من ريال عمي طال عمره على ديدسن 84 وانقطع بنزين والصفاية حق البنزين خربانة يا ولد كيف يدبر كيف يدبر كيف يسوي ولا معه تركل بيحطونه حق البيبسي العادي انا بقول حق بيبسي وهو يصب في حقته المساحات ويصب فيها طال عمر ويفك اللي ويوصله على الكبليتر حق المساحات يا منها جت بتطفي دق حق المساحات اشتغل وصل بنزين وصل بنزين ثم يا منها بتطفي فك هذه لين وصل دير تليفا شلون شيء ترى هندسه والله والمكينه هذه معك انا هذه الهندسات القديمه أقدام. القديمه كان بسيطه كان كل شيء معروف فيها كل شيء قطعه معروفه مش ها شو اسمها دساتن 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 احنا نسميها دساتن واحد يعطي واحد الحاله هذا الحاله بعشق دتسن نفس الوضع صح انت تسمونه هذا دتسن طيب دتسن دداسن دداسن الله يهينك والله الله يهينك والله يعني خليت الغلايه من هنا ليه ما جبت مهار الله يبيض وجهك اقسم بالله يحب نفسه لا انت براط الانانيه الف يا رجال يوم يوم ان ملابس الواحد ما تضبط الا عليه انا بلبس محمد جاب الو يا التسليم الو يا التسليم الو ابو راضي يبلها مش حق طيب كنا تطرف له كنا تطرف والله انه انك جيت على خطه يعني تلقى عليه مداخل كثير اقبل يقول ليه يا ولد روح ارقد والله صادق انا صادق امس راقد من الساعه كم؟ من الساعه 1 ونص راقد من الساعه 11 خلصك جيت قلت خلاص امشي هو ما قاعد يمشي انا ما اقدر ما اقدر كنت مشغول طلعت ما شاء الله لا بس صدق انت زعلت انا بس متى تم عليك ابراج عشان ما اطلع بصوره سيئه والله انك مطراني والله انك مطراني بالي والله انك كذا
والله انك كذا يا ابو علي، شوف دام انك شفت نفسك ضايق بس ما لا اطلع بصوره ما هي حلوه، بس ما تشوفها من بدايه البث لليوم، لليوم من الساعه 6 وبالبث خلوه في فال خلوني ابو علي يا اخي نفسه 12 ساعه ابو علي